طيب السطر رقم 24، هنبدأ من فوق الغرزة رقم 12. عندي هنا 13 غرزة، تمام. هبدأ من فوق الغرزة رقم 12 وهعمل أول حشو عندي في السطر، تمام. الغرزة اللي بعدها كمان هعمل فوقيها حشو، هفوت البريد ده واتنقل لي المجموعة اللي باللون الأبيض اللي هنا، وهعمل حشو في الحلقة الخلفية فقط من الغرز اللي هنا، تمام. في الحلقة الخلفية فقط، فهعمل هنا حشو واللي بعده حشو، هعمل فوق كل واحدة منهم حشو فوق الحلقة الخلفية، تمام. حشو فوق الحلقة الخلفية. طيب خلصتهم، هما المفروض 8 غرز. بفوت البريد وهبدأ من هنا وهعمل حشو، وهعد 1 2 3 4 5 6، تمام. عملت 6 حشو، هلف على ابرتي لفتين وهاجي هنا فوق الكلاستر اللي باللون الاخضر وهعمل بريد بي لفتين، بريد بي لفتين، تمام. هفوت غرزة من ورا وباقي عندي 6 حشو في المجموعة دي، هعمل فوقيهم حشو 1 2 3 4 5 6، تمام. طيب هتنقل لي المجموعة اللي باللون الأبيض وهعمل حشو في الحلقة الخلفية فقط، الحلقة الخلفية فقط، ناخد بالنا عشان ما ندخلش فيه غرز غلط. تمام، عملت حشو في الحلقات الخلفية فقط وسبت الحلقات الأمامية زي ما هي. هتنقل بعد كده للمجموعة اللي بعدها وهعمل حشو عادي، وبعد هنا 6 حشو 2 3 4 5 6، الف على ابرتي لفتين واعمل بريد فوق الكلاستر باللون الاخضر، افوت غرزة من ورا وارجع تاني اعمل فوق الست حشو اللي باقيين 6 حشو. ده بطرون السطر بتاعي، هكمله لنهاية السطر، تمام. نرجع تاني.